بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني بفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم للدارين آمين. فصل في أحكام السلم. والسلم نوع من البيوع يدفع فيه الثمن قبل استلام المبيع. السلم يعني يسلم فيه الثمن قبل استلام المبيع، سمي سلم عشان كده، وسمي سلف أيضا لأنه يسلف فيه الثمن، والمبيع يكون موصوف في الذمة، عشان كده ساعات يسموه بيع الذمة. بعض كتب الفقه القديمة كانوا يسموه بيع الذمة، لأنك أنت الشيء اللي بتشتريه غير موجود الآن، ولكن تصفه في ذمة البائع. كويس؟ فسموه عشان كده إيه؟ بيع الذمة. يقول في الشرح: السلم دي لغة أهل الحجاز، السلم أصلا لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، عشان كده بيقول وهو والسلف لغة بمعنى واحد. أهل الحجاز يسموه سلم لأنك بتسلم فيه رأس المال وتصف فيه المبيع. كويس؟ وبعدين تستلم المبيع بعدين، يعني عكس بالظبط البيع بالآجل. البيع بالآجل أنت بتستلم المبيع والثمن بعدين، هنا العكس، تدفع الثمن وتستلم المبيع بعدين. وشرعا، تعريفه شرعا إيه؟ بيع شيء موصوف في الذمة، ولا يصح إلا بإيجاب وقبول. أركانه خمسة، أركان بيع السلم خمسة: مسلم ومسلم إليه، لما العقدان، العقدان اللي يدفع الثمن يسموه مسلم، واللي استلم الثمن رأس المال اسمه مسلم إليه، يبقى الاثنين دول العقدان، مسلم ومسلم إليه. وبعدين مسلم فيه، مسلم فيه اللي هي البضاعة اللي انت متفق عليها اللي غير موجود، ده مسلم فيه. وبعدين ورأس مال اللي هو الثمن اللي بتدفعه، وصيغة، يبقى كده خمس أركان. يبقى عقدان، العقدان بنسمي زي احنا في عقد البيع بيبقى عقدان بائع ومشتري، عقد السلم برضو عقدان، مسلم ومسلم إليه كده برضو. وبعدين انت عندك مبيع وثمن في عقد البيع، مبيع وثمن، المكان المبيع هنا اللي هو المسلم فيه، والثمن اللي هو رأس المال، والصيغة اللي هي الإجابة والقبول. عقد البيع برضو خمسة، يعني انت ممكن تختصر تقول عقدان وإيه ومبيع وصيغة، سهلة يعني، ممكن وتيجي في العقدان تفكهم اتنين، والصيغة ممكن تقول عليها إجابة وقبول تبقى اتنين برضو، وممكن تيجي المبيع يبقى رأس مال السلم والمسلم فيه تطلع ستة. يبقى انت ممكن تعدهم زي ما تعدهم بقى، المهم تقولهم. واضح؟ الأصل فيه يعني دليله قول الله عز وجل في تفسير سيدنا عبد الله بن عباس: يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال هو عقد السلم. يبقى سيدنا عبد الله بن عباس فسر آية الدين بأنها عقد السلم، يعني بتدفع انت الثمن
وبعدين تستلموا بعدين، فتكتبوا فاكتبوه يعني اصفوه بقى. ده تفسير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية برضو رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في التمر. أهل المدينة كانوا بيتعودوا أن هم يسلموا في التمر، يعني يدفع ثمن ويستلم التمر لما يجي وقت قطع الثمار. وهم يسلمون بالتمر السنتين والثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. حديث كده في الصحيحين. يبقى من أسلف يعني بمعنى أسلم، ما هي نفس الحكاية، فليسلف في كيل معلوم اللي هو هيدي الموصوفة، كيل معلوم ووزن معلوم. يبقى كيل في المكيل، ووزن في الموزون، وعد في المعدول، وزرع في المزروع، يعني في الأطوال يبقى بالزراع. كويس. يبقى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده عرفنا الأصل بتاعه، الأصل بتاعه ودليله، دليل عقد بيسا. هو أصله حرام إلا أن النبي أجازه للضرورة فهو رخصة، لكن من حيث القواعد الفقهية هو بيع باطل، لأنك أنت بتشتري غير موجود، والنبي نهى عن بيع ما ليس عندك، مش كده برضو؟ يبقى هو أصله حرام، لكن جاءت الرخصة لاستعماله لرفع الإيه؟ للحاجة إليه، فيبقى هو ما جاي على خلاف الدليل لعذر، وده تعريف الرخصة، ما كان على خلاف الدليل لعذر، كده برضو؟ ما كان على خلاف الدليل لعذر يسموه رخصة. ويصح السلم حالا ومؤجلا، فإن أطلق السلم انعقد حالا في الأصح. يعني يصح السلم حالا، يعني ممكن لو أنت عقدت عليه على العقد كويس وقلت له أسلمني 1000 جنيه في هذا القماش، أسلمني أو أسلفني، فقال له قبلت بعقد السلم وهو آجل وكل حاجة موجودة، واخد بالك في الحالة، أو ده يصح. والشافعية قال لك يصح في صورة بيع ولكن اللفظ لفظ السلم. فإذا كان يصح السلم مؤجلا يكون معجلا من باب أولى، لأنه هو ورد صحته بالأجل، فيكون العاجل من باب أول مقابل الأصح بطلانه، لأنه بعقد السلم وعليه أن يصحح وأن يكون عقد بيع لو كان عاجلا، فيقول بعتك بدل ما يقول أسلمتك، بناء على أن الألفاظ ضرورية في العقود اللي فيها معاملات بين الأشخاص، لأن لا ننظر في النوايا في العقود اللي بين الأشخاص، لا ننظرش في النوايا، ننظر للإيه؟ للقالب، قالب اللفظ نفسه. واضح؟ فما يقول لك فإن أطلق السلم انعقد حالا في الأصح، طب الأصح قال حالا ليه؟ قال لأنه إذا صح مؤجلا فيكون حالا من باب أولى. والتاني قال لا، يبطل هذا بلفظ السلم لأنه هذا ليس سلما ولكنه بيع، فعليه أن يغير الصيغة إلى البيع ولا يكون سلما، للمقابل للأصح، يعني الوجه المقابل للأصح قال ببطلانه إن كان حالا. وإنما يصح السلم فيما أي في شيء تكامل فيه 5 شرائط. يبقى الشروط عشان يصح، شوف، طالما رخصة يبقى على خلاف الدليل لعذر، يبقى لازم يبقى فيها شروط عشان ايه؟ قيود بقى. القيود علشان الرخصة تملي شيء للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وطالما هتقدر بقدرها لازم يبقى في شروط. يبقى أي شيء في رخصة لازم يبقى ليه شروط. واضح؟ أحدها أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة، يبقى لازم أضبطه بالصفة التي يختلف بها الغرض
التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه. يعني لازم تكون الصفة دي تكون هي شيء مرغوب فيه، بحيث ان لو مش موجودة انا مش عايز البيعة دي. واضح؟ يبقى لازم اقول له مثلا هجيب دقيق، اقول له دقيق مثلا قمح نمرة واحد زيرو مثلا، او نمرة واحد او نمرة اتنين، على حسب احدد الاشياء اللي هي الصفات اللي بيها تكون مرغوب فيه، بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه. لان انا بشتري حاجة مش موجودة يبقى على الاقل تبقى موصوفة، وإلا بشتري شيء مجهول اقوم اقلل الجهالة لاني اوصفها. فهمتني ازاي؟ لان لا يجوز بيع المجهول، فاقوم انا ازيل مشكلة الجهالة بالصفة. ولا يكون ذكر الاوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه، وما يكونش الوصف في السلم وصف تعجيزي بحيث ما يعرفش حد يجيبهولي. مدي لك مثال، انا بيقول لك مثلا كلؤلؤ كبار، بقول له والله انا بدي لك الفلوس دي علشان تجيب لي بعد شهر لؤلؤ، اللؤلؤة يكون وزنها مثلا 60 جرام 100 جرام، ودي نادرة. اللؤلؤ في الغالب بيبقى وزنه مثلا 20 جرام، دي الكبير منه. انما تقول لي 60 جرام تروح اجيبها لك منين دي؟ يبقى ده شيء نادر، يبقى ما ينفعش ده. ليه؟ لانه قد يعجز انه يحضره. وعلشان كده لازم تكون ذكر الاوصاف على وجه يؤدي، اذا كان ذكر الاوصاف يؤدي الى عزة الوجود يعني نظرة الشيء، يبقى ده عقد باطل لانه كده بعجزه. كلؤلؤ كبار وجارية واختها او ولدها. زي برضه لما تيجي تقول له مثلا والله انا عايز ايه؟ رطب في الشتاء. ينفع؟ الرطب بيبقى في الصيف، انا بعجزه كده. ايه رطبه في الشتاء؟ فهمت؟ صعب. فلازم اختار حاجه تكون متوفره غالبا وتكونش ايه عزيزه في السوق، يعني نادره. والثاني، وكان هقول ثانيها لان هو احدها. كان هقول ثانيها كده برضه، طالما احدها كان يقول ثانيها. انما لو يقول والثاني يبقى يقول والاول كده برضه. يعني حاجات كده لغويه ما يجرش. ان يكون جنسا لم يختلط به غيره، يعني ما يكونش جنس مختلط بغيره بحيث ان مكونات الخلطه دي انا مش عارفها، فهيبقى في نوع من الجهال. وعلشان كده بيقول لك فلا يصح السلم في المختلط المقصود الاجزاء التي لا تنضبط كهريسه. هريسه دي يعني ايه؟ يعني مهروسه. هريسه بمعنى فعيله بمعنى مفعوله، يعني بمعنى ايه؟ مهروسه. وكان زمان ايام المشايخ دول الهريسه بتاعتهم عباره عن ايه؟ عباره عن قطع لحم على مرق ويحطوا عليه شويه دقيق، يعني خلطه كده. طب ما انا مش عارف هتحط دي قد ايه؟ لحمه قد ايه؟ مرقه قد ايه؟ سمنه قد ايه؟ مش هتنفع كده. فممكن يدخل فيها ايه؟ الغرر. فاذا دخل الغرر يبطل العقد، فما ما ينفعش لانه هتبقى حاجه مركبه. فما ينفعش برضه يبقى السلم في طبيخ. فهمت؟ ما ينفعش السلم يكون في طبيخ. طبيخ اروح اشتريه قدامي، اشتري وخلاص، لكن ما اتفقش على طبيخ. واضح؟ خلاص لو ليها ضبط بالاختبار اشتريها، لو ليها ضبط بالاختبار. حاجه ما تنضبطش بالاختبار ما تشتريها السلم. فهمتني ازاي؟ او انت هات الاجزاء وهات صانع يطبخها لك، زي ما بنعمل احنا، بنجيب طباخه ونجيب لها الحاجات ونقول لها اطبخي، مش مشكله، لان احنا جايبين الاجزاء بمعرفتنا شاريين. لكن احنا بنتكلم هنا هو ما اشتراش، ده هو بيدفع فلوس ولا اعمل لي حله محشي. فهمتني ازاي؟ حله محشي دي طب نسبه الرز قد ايه؟ والسمنه اللي في الرز قد ايه؟ والخلطه فيها قد ايه خضره؟ النسب كلها تختلف، ما تعرفش تطبطها، وبالتالي ما ينفعش فيها السلم. فهمت؟ لان زي ما قلت لك ان السلم على خلاف الدليل لعذر، فلا الجا اليه الا مع ضوابط، فلازم اقيده، ما اسيبهاش مفتوح على ايه؟ البحر. لان الرخصه
لا يقاس عليها، هو يرقص على العزائم اللي فيها دليل، لكن دي على خلاف الدليل العذر، فلازم أقيدها مخافة أن نقع في الضرر. واضح؟ كهريسة ومعجون. معجون يعني إيه؟ يعني معجون من غيره، خليط من حاجات مختلفة زي الكريمات والحاجات اللي هي الخلطة مع بعضها. فإن انضبطت أجزاؤه صح السلام فيك جبن وأقط، لبن مجفف أو جبنة، دي خلاص معروفة الجبنة جبن. لا أبدا، ده بيع، ده مش سلم، أنت بتتصل بيه هات لي كذا، وهو عارف يقول لك السندوتش بكذا، يبقى ده بيع. وبعدين ما بيوصلك البيت بتديله التمن. السلم، السلم انك انت تديله الفلوس وتروح ويجيبه لك هو بعد يومين او بالليل او شيء من هذا. خدت بالك؟ لو اديته الفلوس دي عربون، واخد بالك، على انك انت هتستلم الحاجات دي، ودي معروفة منضبطة الاوصاف لان انت مجرب هذا الرجل وعارف طريقة بيعه، انت حر مفيهاش حاجة، بس لا يخلو من غرر. وعلى اي حال الشرع بيعفو عن بعض الغرر، يعني فيه ساعات يحصل نوع من الغرر لكنه يعني بيعفو عنه الشرع، زي مثلا بتشتري لحمه بيحط لك الورقه ويحط لك اللحم، ما بيوزنش الورقه لوحدها واللحمه لوحدها، فهيبقى اقل من الوزن اللي انت شاريه، فيه نوع من الغرر، لكنه ايه ده مما ايه مما يحدث يعني. بيقول لك يعني في المعفوات، يعني دي تدخل في المعفوات. سيدنا علي الخواص الشيخ سيدنا عبد الوهاب الشعراني كان قبل ما يبقى خواص كان زيات، فكان اما يجي كيل بالزيت للناس بالكوز يقعد يقول لهم استنوا، ويجيب قطنه يمسح بيها الكوز عشان ايه علقه بجدار المكيال بقايا من الزيت اللي هو هياخد ثمنه، فيقعد يمسحها لهم من بره ومن جوه ويديله القطنه دي مع، فلقى نفسه بيرهق من الشغلانه دي، واخد بقى، فراح ساب شغلانه الزيت واشتغل في الخوص، فسموه علي الخواص عشان كده. لكن ده ايه مما ايه يعني يتسامح فيه الناس، يعني دي امور يتسامح فيها الناس. الشرط الثالث مذكور في قولي ولم تدخله النار بإحالته، ما يدخلش فيه النار، يبقى الطبيخ ده بيدخل النار بيحوله بحيث ان هو من كتر ما يمزج ما تعرفش تعرف النسب مظبوطه ولا لا، فمش هتعرف تضبط الصفر عندما تستلمه، ما تعرفش تضبط الصفر. اي بان دخلته لطبخ او شيء، فان دخلته النار للتمييز كالعسل والسمن صح السلم فيه، ولو تشمس ما يضرش. والرابع ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا، فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العيد فليس بسلم قطعا، وإحنا قلنا قبل كده، ولا ينعقد أيضا بيعا في الأزهر، ولا ينعقد بيعا عشان إيه تقال بلفظ السلم كده، والعبرة بالألفاظ. كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العيد، ثوب في هذا العيد، ثوب العيد يعني، لا، كأسلمت لك هذا الثوب مثلا في هذا العبد، لا في هذا العيد، لا صلح، لا هي الثوب في هذا العيد. وبيقول له هذا الثوب يعني موجود معين، احنا قايلين السلم في الذمة مش موجود، وهو قال لفظ سلم عن مكان بيع، فهل يجوز ولا لا؟ قال لك الراجح لو لا يصح. لا ينعقد ايضا بيعا في الازهر، ليه؟ لانه بلفظ استلم، ومقابل الازهر ايه؟ ينعقد بيعا وهو ضعيف. علشان ايه؟ المقابل للازهر قال لك العبره بالمعنى مش باللفظ. لكن الراجح قال لك لا، ما هو التعاملات الماليه والعقود اللي بين الاشخاص العبرة فيها مش بالمعاني، العبرة فيها كمان بالألفاظ، لأن المعاني دي أمور مخفية، واخد بالك، قد يدخل فيها النوايا وشيء من هذا. والخامس، الشرط الخامس،
ألا يكون من معين. كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من أبي الصبر، يعني كمان ما تقيدوش، تقول له مثلا إيه، أعطيك مبلغ 1000 جنيه على أن تعطيني كذا أردب أرز من هذا الغيث، من هذا الفدان. انت كده طب افرض هنا ما انبتش كميه، افرض حصل اي سبب من الاوبئه فاصاب الزرع فما طلعش، انت كده عجزت. لكن اما اقول له مثلا كذا كانت رز وخلاص من اي حته، مش مشكله بقى، يبقى ده صحيح. لكن اقول له من الحته الفلانيه واشاور له عليها، او من البلد العلانيه واحدد له كمان البلد. طب افرض البلد دي حصل فيها أزمة مش موجود، وجاء وقت تسليم السلم وأنا ما قدرتش أجيبها، فلازم تديله حرية إنه يجيبه لك من أي مكان، فما تحددلوش مكان معين. لأن كل ده نوع ممكن تكون الشروط دي تجعله غير قادر على تسليمه في الوقت المعتاد. لكن أما تسيب له مفتوح يبقى هو يجيبه لك من أي حتة. واضح؟ وعشان كده بيقول ثم لصحة المسلم فيه 8 شرائط. بالنسبة بقى للمسلم فيه اللي فاتت دي شروط في العقد نفسه، في الاتفاق بينك وبين المسلم إليه، كويس، اللي هو هيستلم رأس المال. دي بقى شروط في السلم نفسه، في المسلم فيه اللي هي في البضاعة اللي انت بتتفق عليه، ده اسمه المسلم فيه. 8 شرائط، وفي بعض النسخ ويصح السلم ب8 شرائط الأول مذكور في قول المصنف، وهي أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. الهلك في الأول كده ضمنا في وسط الكلام، فيذكر في السلم في رقيق مثلا نوعه كتركي أو هندي، وذكورته أو أنوثته، وسنه تقريبا، وقده طولا أو قصرا أو ربعة، ولونه كأبيض، ويصف بياضه بسمرة أو شقرة. السمرة المقصود بياض مشرب بحمرة، شقرة يعني إيه، بياض ناصع. ويذكر في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغار والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع، ويذكر في الطير النوع والصغر والكبر والذكورة والأنوثة والسن إن عرف. ويذكر في الثوب الجنس كقطن أو كتان أو حرير، والنوع كقطن عراقي أو قطن مصري طويل التيلة بتاع زمان أيام الفراعين، دلوقتي ما بقتش مصر عندها طويل تيلة ولا قصير، يعني للأسف ضيعوا مصر بسبب سوء الإدارة. يبقى كقطن عراقي، يبقى أنت حددت مصدر المنشأ. والطول والعرض، طبعا في الثوب لازم نقول له مثلا ايه، عرض كذا والطول كذا متر، هنتفق. والغلظ والدقة، والغلظ والدقة ده وصف ايه، وصف الخيوط المغسولة. غليظ يبقى خيطه تخين، دقيق يبقى خيطه رفيع، يبقى الغلظ والدقة كمان ده وصف الخيوط. والصفاقة والرقة ده وصف تقارب الخيوط في النسج، يعني يبقى منسوب كده ومتقارب ومشدود يسموه ايه، مليان. الناس العوام يقول لك ايه الثوب ده مليان، غير اما يبقى منسوج على الواسع يقول لك ده ايه، فاضي فارغ، فاهم؟ فيبقى ايه. والصفاقة والرقة ده وصف طريقة النسج نفسه، نسج متقارب يبقى صفيق، كويس، ونسج على الواسع يسموه رقيق. والنعومة والخشونة ده الملمس، ويقاس بهذه الصور غيرها. يبقى زي ما قال لك هنا، شوف بتوصف النوع والسمك والطول والعرض والملمس، لازم تبقى كل حاجة معروفة. احنا دلوقتي بيبقى عند الراجل عنده كتالوج كده في اصاميس، فبيوريك الاصاليس ويقول له انا عايز مندي، خلاص مندي يبقى انت ايه، عينه يعني، حددت النوع وجبت الملمس وعايز مندي كده زي خلاص، واضح؟ تروح تصرف لك هو حته من الاصاليس دي.
الكفار يدبس لك العقل عشان يستلم المسؤوس عليه كل راعي اللون كل حاجة حتى مكان الصناعة إذا كان في الإنجليزي إذا كان مش عارف إيه كل الحاجات ومطلق السلم بتو يحمل على الخال الخال لا المقصود يعني لو قال سلم بتو معين يبقى إيه يعني نسيج خال مش نسيج مقصود يعني جاهز للخياطة والإيجاد اللي هي المرحلة اللي أقامها والثاني أن يذكر قدره لما ينفي الجهل عنه أي أن يكون المسلم فيه معلوم القدر كيلا في متين ووزنا في موزون وعدا في معلوم وزرعا في مزروع الزرع ليه أطوال يعني والثالث مفروض في قول المصنف وإن كان السلم مؤجلا ذكر العقد الوقت محل مؤجل بس استنى وين يقول في المشمش ما ينفعش فهمت ازاي لازم ايه يحددني معايا يقول لك ربنا سهل بس لما نشوف كده ظروف دي ما ينفعش لازم نحدد لك موعد فهمت ازاي يبقى ايه لو كان مؤجل لازم العقل يكون وقت محله مش كده وبس يقول مكان التسليم يبقى وقت التسليم ومكان التسليم اي الاجل كشهر كذا فلو اجل السلف الحدود زي مثلا مثلا يقول لك لما يجي ابويا من الحج ابقى اكون حضرت لك من 18 ابوك ما يجيش يعجبه القعده دي يمكن يموت في المدينه يا بخت مثلا ما ينفعش يبقى لازم يحب والرابع ان يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق للغالب اما اتفق معاه اتفق بحيث ان انت شهر كذا وكل شهر كذا ده مشهور بان البضاعه دي تبقى متوفره بس فهمتني ازاي؟ يعني تكون البضاعة غالبا موجودة وقت الاستحقاق. أي استحقاق تسليم المسلم فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح. والخامس أن يذكر موضع قبر يبقى زي ما ذكر وقت التسليم يكون مكان التسليم. في المكان الفلاني. أي محل التسليم إن كان الموضع لا يصلح له أو صلح له ولكن لحمله إلى موضع التسليم مهمل. يعني إن كانت مصاريف له فلازم نتفق كمان في موضع التسليم عشان إذا كان في مصاريف له نتفق عليها. والثالث أن يكون الثمن معلوم بالقلب أو بالرؤية له. يعني هما معلوم يا إما أقول له إيه؟ رأس المال قال يا سيدي الخالق كويس او معلوم له يقدر يزيد يقدر يزيد يا اما معلوما له او اننا نتفق على قدر. والسابع ان يتقابضا طبعا في تسامح لان مفيش تقابض ده هو المسلم اليه هياخد راس المال لكن المسلم ما خدش حاجه رزق فاذا تقابضت فيها نوع من التسامح واخد بالك أي المسلم والمسلم إليه في مجلس العقد قبل التفرق فلو تفرق قبل قبض رأس المال فقد العقد أو بعد قبض بعضه ففي خلاف تفريق السبب يعني في إن أنا اديته إحنا متفقين إنك هتجيب لي بضاعة ب 10,000 جنيه اتفقنا الوقت يقول بس أنا مش جاهز معايا الوقت إلا 5,000 كل 5,000 جنيه يقولوا ربنا يسهل. لواجه يقول لك يا جفن لواجه ثاني يقول لك يبقى ايه على القول بتفريط الصفقه يبقى يصح بنصف الصفقه والنصف الثاني هو نصح بنصف الصفقه ونقطه الباب دفعت ثلاث ارباع المبلغ صح ثلاث ارباع الصفقه والربع باطل وفي قول ثاني يقول لك باطل كله واضح يبقى ايه فلو تفرق قبل قبض راس المال بطل العقد او بعد قبض بعضه ففي خلاف تفريق الصفقه والمعتبر القبض الحقيقي فلو احال المسلم لازم قبض حقيقي يعني ايه مش يقول له على فكره احنا نتفق معاه ايه يجيب لي البضاعه الفلانيه دي
وثقه وكل حاجه هستلمها منك بعد 6 شهور، والبضاعه ب 20,000 جنيه. على فكره ال 20,000 جنيه ده دين ليا عند فلان، خده من فلان. ما هي ما ينفعش، ما يحصلش قبض قبل دي، ما ينفعش. فاهم؟ لازم يبقى قبل قبض. يسجلوا فيه عرض يبقى اسمها عرض، ده بيع العرض. بيع العرض يدخل تاني بيع العرض. يا عربي شكات وشكات بقى زي بيع عربي كان عربي. حتى لو كان مثلا حتى لو كان راس مال، ايوه هو كل ما يديله شيء بيحط له مبلغ مقابل حتى لو بكام راس مال يعني، ما هيبقى في قبض توقيت الصرف. لا لو قبض راس مال بس مش معين، لو شيء يعني قبض توقيت الصرف يعني لما يحل محل التسليم لو وصل له 3/4 المبلغ يدي لك 3/4 صرف. يعني ياخدها كلها ازاي واصلا؟ ازاي؟ هو اصلا يعني ما خدهاش كلها. لا 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 مش عبد سالم زي ما بيقول، لان انت بتستأمنه يجيبه لك واخده باسمك. ده بيع باسمك. ده بالسلام. السلام ده انا اديله المبلغ كله واديله الاوصاف واجيبها لي معاك معاك. الصوره اللي انت بتقولها دي مش كده. الصوره اللي انت بتقولها كده انا اديته 1000 جنيه عشان يجيب لي كذا ب 20,000 وبقسط له المبلغ بعدي. ده انا بحب اسمك. فهمتني ازاي؟ بس. طب يجي لي باب تاني تدور عليه في باب اخر من باب اسمك. في صوره ما تلاقيهاش في باب اسمك. لازم اول توصلك الحاجه تشوف هتبحث عنها في اي باب. ودي ميزة بقى المفتي. المفتي الأول يسمع المسألة ثم يتصورها جيدا ثم بعد ذلك يوصف له توصيف كبير وبعدين يبحث عنها في المكان بتاعها. بالتالي بقى المسألة فلازم تعمل تمر بالمراحل دي كده. بعد كده لازم الأول تقرا كل هو من معاملتك عشان لما تعرض عليه المسألة تشوف أنا خطأ باب العقارة ولا باب الوكالة ولا باب الرهن ولا باب البيع ولا باب الشركه ولا باب السلم ولا باب النسيئه ولا اي باب من الابواب. فالاول ايه احنا نعمل ده عشان لما الاقي صوره زيها الله ابحث عنه بس. طب دكتور لو اعطيتك كامل راس المال في صوره شيك كامل راس المال خلاص، بس شيك يكون مدفوع يعني له رصيد. شيك له رصيد يروح هو يسرق وما يبقاش حاجه، هو يبقى لانه هيبقى اقرب، يدينه اقرب قبض حقيقي يعني، يدو شيء خلاص. فلو حال المسلم براس مال سلم وقبضه المحتال، في حاقة اسمها شوال، عقد شوال. يعني رابع كده كارثة شوال. يعني انا اقول له ايه؟ احلتك بديني على فلان ان تذهب اليه فتأخذه منه مقابل عقد السلم. واخد بالك ازاي؟ ده ما ينفعش، لان ده مش مرتبط. فهمت؟ وهو المسلم الذي من المحال عليه في المجلس لم يكن. والثامن ان يكون عقد السلم ناجزا لا يدخل خيار الشر بخلاف خيار المجلس انه يدخل. يعني عقد السلم يكون ناجز لو توفر في المواصفات. فهمتني ازاي؟ طالما توفر المواصفات اللي اتفقنا عليها يبقى ده عقد ناجز. ما جيش ان انا بعد ما يجيب لي البضاعه بعد 3 4 شهور اقول له لا والله انا ماليش مزاج ان انا استلمه. طب ازاي؟ هو عقد ناجز يعني لا اقاله فيه. واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم ونقف على قصر كفر. طيب شروط السلم الا يكون معينا. طب اشتراط زرع من تربه معينه مثلا زي مثلا الشيخ عندنا من معين يبقى يكون معين. فمثلا الفرس عندنا مشهور بكفر الشيخ، المانجا مشهور بالاسماعيليه. فلو اشتغل انا اقول له خمسه كفر الشيخ ما اقولوش من غير الغلاف تحديدا. انما اقول له اتعالج من بيع. بيع دي مدينه كبيره فيها فدانين كثيره مفتوحه. لكن اقول له من غير ابو فلان في كفر ابو علان ما ينفعش.
يمكن ابو علان ده في كفر ابو علان زرعنا موارد وزرعها شرس روح اجيبه منين والله تعالى.